الشفع والوتر هي تسمى قيام الليل وتسمى الوتر، والنبي كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، يصلي ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم واحدة، هكذا كانت صلاته في الغالب صلى الله عليه وسلم، خمس ركعة تسليمات ثم وتر تسليمة واحدة، تسليمة بركعة واحدة، وأحيانا كان يصلي تسعا بسلام واحد، التسع متصلة ما يجلس إلا في الثامنة والتاسعة فقط، وأحيانا يصلي سبع بسلام واحد يجلس في السابعة فقط، وأحيانا يصلي خمس بسلام واحد لا يجلس إلا في الخامسة فقط، يعني الأولى ويقوم، الثانية ويقوم، الثالثة ويقوم مباشرة حتى يأتي الخامسة يجلس التشهد ويسلم، لكن في الغالب كان يصلي ثنتين 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 واحدة، هذا في الغالب. أما الجائز فيجوز لك أن تصلي الوتر ركعة واحدة، ويجوز أن تصلي الوتر ثلاث ركعات ثنتين وتسلم ثم واحدة وتسلم، أو خمس ركعات ثنتين وتسلم ثنتين وتسلم ثم واحدة وتسلم، أو خمس تشبكهم مع بعض، أو سبع كثنتين ثنتين ثنتين ثم واحدة، كله جائز إن شاء الله تعالى.